يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أخر الحاج طواف الإفاضة وسعي الحج إلى آخر أيام الحج عند انصرافه، نعم، إذا أخر الحاج طواف الإفاضة وسعي الحج إلى آخر أيام الحج عند انصرافه من مكة، فهل يلزمه طواف الوداع لأنه سعى بعد طواف الإفاضة؟ لا، يكفي طواف الإفاضة إذا صار آخر شيء مسافر بعده، يكفي عن الوداع، والسعي لا يضر لأنه تابع للطواف. السعي بعده لا يمنع أن يكون يغني عن طواف الوداع لأن السعي تابع له. نعم، الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على